مرحبا بكم في قناة معاني الأسماء. اليوم سوف نقدم لكم أحد الأسماء السهلة في النطق والفريدة في المعاني، وهو من الأسماء النادرة والقليلة في وقتنا الحالي. ابقوا معنا لتتعرفوا على معنى وصفات هذا الاسم. معنى اسم بان. بان اسم علم مذكر من أصل عربي، وهو على صيغة الجمع وحدته بان، والبان هو شجر من الفصيلة البانية، له ورق طويل ولين ينمو ويطول في اعتدال واستواء. والبان أيضا هو الكلام الذي يحمل في طياته بلاغا، المنطق الفصيح، الحجة التي تكشف عن حقيقة حال، أو هو من البون، وهو البعد والمسافة أو الفارق ما بين الشيئين. يقال ما بين الرجلين بون كبير، أي فرق شاسع، أو هو على صيغة اسم الفاعل من الفعل بنى، أي شيد وعمر. والباني هو من يعمر ويبني ويشيد المنشآت العمرانية. صفات حامل هذا الاسم: إنسان يعتمد على التفكير المنطقي ويحب التميز في أسلوب تفكيره وحياته بشكل عام. يتحمل المسؤولية منذ الصغر ويمكن الاعتماد عليه كثيرا. ليس من السهل عليه التعامل مع السطحيين. قليل الكلام، طويل الصمت، شديد الذكاء. له اهتمامات واضحة بالجوانب الأدبية والفنية. لا يحب بسهولة، لكنه يبتعد ويبغض بسهولة. هل تجد أن هذه الصفات تتوافق مع من يحمل اسم بان؟ ما هو الاسم الذي ترغب أن نكتب عنه في المرة القادمة؟ شاركنا بتعليقك. لا تنسى الاشتراك معنا في القناة ليصلك كل جديد، وشكرا على المتابعة.